السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنشوفوا الفيديو التاسع من سلسلة فيديوهات لتعلم اللغة الفرنسية بالنسبة لكبار المبتدئين. غادي نشوفوا دابا la lettre H. alors la lettre H بالنسبة للماجيسكول العادي سهلة، يعني غنديروا بحال هكا. كنقولوا دائما بالنسبة للماجيسكول العادي كيكون بين الخط السميك، الخط السميك والخط الثاني الرقيق. دينا هذه لا ليتر اش. نعاودوها، لا ليتر اش نعاودوها. اما بالنسبه لا ليتر اش اللي فيها شويه ديال الجماليه، لا ليتر اش فوالا لا ليتر اش. نعاودوها، نعاودوها. كما كنلاحظوا دائما بالنسبه لهذا النوع ديال الماجيسكول كيكون محصور بين الخط السميك والخط الثالث الرقيق، الخط السميك والخط الثالث الرقيق. نشوفوا دابا لا ليتر اش او مينيسكول، يعني كنطلقوا من الخط السميك حتى الخط الثالث الرقيق وننزلوا عموديا هنا، غادي نوقفوا ونجي حتى الخط الاول الرقيق وندير هكا لا ليتر اش. مفهوم؟ يا غادي نعاودو، لا ليتر اش نعاودوها. لا ليتر اش نعودها لآخر مرة. لا تخافش. يلا نشوفوا دابا كيفاش كتصرف لا ليتر اش في لي مو مع لي فوييل، ومن بعد نشوفوا مع لي كونسون. خصنا نعرفوا واحد القضية اللي هي مهمة جدا، اش ما كتنطقش في الفرنسية، فهمتي؟ يعني اش ما كتنطقش في اللغه الفرنسيه. الا كانت مع السي كنسمعوا اش. نشوفوا دابا هاد الكلمات هادو اللي عندنا هنايا، ان لي مو الو لو نو لو امستر، لو امستر، لو امستر هو هاد الفار هذا اللي كيتربى، نقدروا نقولوا الفار الاليف. الو لو امستر هنا لامسون، لامسون هي السناره، لامسون. كنلاحظوا هنا بان عندي هنا لو امستر وهنا عندي ال ابوستروف، ما كاينش لو. الو امتى كيكون عندي ال ابوستروف؟ ملي كتكون قدام لو، كتكون قدامو اش ميي، كنقولوا اناش ميي. ملي كيكون قدامو اناش ميي كنديروا ال ابوستروف. هذا ماشي اش ميي، هذا كيتسمى اش اسبيري، اش اسبيري. باش كنعرفوه ملي كيكون عندي لو، بحال هكا لو امستر. ما غاديش نكثر عليكم، المهم خصكم تعرفوا بان كاين اش ميي وكاين اش اسبيري. ان شاء الله في الدروس الجايين ملي غنطرقوا الاش ميي، واحد الدرس غيكون خاص بالاش ميي والاش اسبيري،
غنهضروا على هذا الشيء بالتفصيل الممل ان شاء الله. اذا قلنا اش ا غادي نكتبوه باش ندربوا عليه. اش ا اش مينيسكول ا. اذا ا ما كيتقراش ها، كيتقرا ا. لو امستر لو لامسون باردون لو امستر لامسون. مفهوم؟ هنا تاني عندي لو هيريسون. لو هيريسون لو هيريسون والقنفود. الوغ غنكتبو لو هيريسون دون لارب. لو هيريسون دون لارب. اذا غنكتبو هو الاول اش اي او قدامو. اذا اش مينيسكول E accent ou la E d'amour. إذا عندنا لو هيريسون دون لارب. القنفود في العشب. لو هيريسون دون لارب. اش او. إذا هنا ما كنسمعوش اش. لو هيريسون دون لارب. هنا تاني هذا اش اش اسبيري. لو هيريسون عنده اش اسبيري و لارب عنده اش ميي. الو هنا تاني نفس الشيء. ليبوبوتام. ليبوبوتام هو هذا الحيوان، هذا فرس النهر. الو ليبوبوتام عندي هنايا اش ميي لان عندي ال ابوستروف. هنا عندي لو ايبو. لو ايبو لو ايبو هو هذا الطائر هذا. اذا لو ايبو قلنا تاني هنايا ما كنسمعوش اش. لو ايبو هنا لو ايبو اش اسبيري، هذا اش اسبيري. ليبوبوتام فيه اش ميي. لو ايبو اش اسبيري. اذا ملي كنشوفو بعد لو عاد اش كهذاك اش كيتسمى اش اسبيري. اذا كنشوفو ال ابوستروف هذا كيتسمى اش ميي. اش ميي نشوفو اش اي نكتبوه ثاني. اش اي H I H O H O بحال هنا لو أومار. لو أومار لو أومار هو هاد هاد سميتو هاد نوع من السمك نقدر نقولو كيعيش في البحر. لو أومار لو أومار. لوبيتال هنا تاني لو اومار اش هنايا اش اسبيري لان عندي لو اومار وهنا ال ابوستروف اوبيتال هذا اش ميي هو سميتو المستشفى. لوبيتال هو المستشفى. لا يان اش ايغريك اش ايغريك. هادي لاين. لاين لاين هي الضبع بالعربية الفصحى. نبدلنا الصفحة. ليجين. ليجين هو النظافة. ده هو ليجين. كنقولوا ليجين كوربوريل يعني النظافة الجسدية. هنا اش كاين ال ابوستروف اذا هذا كيتسمى اش ميو.
CMAH. Alors, CMAH, il faut faire attention, c'est un nord de l'œuvre. CMAH, qui est un touch à la vie de Kalimat, ou la Kimachikoulou. Dans CH, on dit CH, chien et chat. Chien, chien et chat. Chien et chat. Chien et chat. Alors, il y a un coulomb, le half, il y a un CH qui est un touch. CH qui est un touch. Alors, quel est le halat, les CH qui est un touch, il y a un touch K. كيتنطق ك بحال هاد الحاله هادي هاد الزهره هادي كتسمى لوركيدي لوركيدي الوغ كتكتب سي اش ولكن ما كنسمعوش كنسمعو ك لوركي لوركيدي 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 فهم كاينه ثاني هنا بي مع اش الوغ بي مع اش غادي نكتبو هنا بي مع اش كيتنطق ف الوغ الى قدامو ا دونك غيكون فا الى قدامو اي غيكون في وهكذا اذا لا فارماسي لا فارماسي لا فارماسي هي الصيدليه لا فارماسي لا فارماسي هكا كينتهي هذا الفيديو هذا كنتمنى انكم فهمتوا دابا لا ليتر لا ليتر اش ما تنساوش تابوناو معنا راه هكا كتساعدونا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والسلامه والسلام عليكم ورحمه الله